احنا نازحون من الموصل ناحية بحشيقة. زين، احنا جمت يمكم، احنا بس عملتم فد باب بس. ايه. انت قلتني ليه هسا ولا المنظمة ولا يو ان جد يمكن حتى اسعدهم بالاكل وما اكل، يعني والله كيفكم؟ والله يعني تدري شلون، احنا متطرفين بعيدين. بعيدين ماكو عليهم هيجي هواية جماعة يجون يلاحظوهم. ايه. او يشوفون متطلباتهم. يعني هاي 20 ايام هناك بوحدكم وما عندكم شغل ودهات تصرف الاكل يوم ورا يوم. ايش نسوي؟ ما كان عندنا شوية فلوس جاي نصرف بيها شوية شوية نشوف يعني إلى أن تخلص. وبعدين الله كريم. الله يكرم. زين قولي الهجرة معكم شلون كان، ايش وقت كان؟ احنا الهجرة يوم 5/8 من تعرض القوات داعش، تعرضت للبشمركة والبشمركة ما قدرت تقاوم، فجبرنا ان نطلع من المنطقة خوفا على العوائل مالنا. الناس البحشيقة شنو كان يعني الجو شلون كانت؟ كان خوفين طبعا. اي طبعا لانه شلون يعني نفس سنجار، مناطق سنجار ومناطق شو اسمه زمار وهاي، فكلهم كانوا خايفين من حملة داعش. خفنا من الإبادة، خفنا من القتل، خفنا من المعارك. إذا معارك صارت داخل المنطقة يصير قصف ويصير خونات، فانهزمنا. زين هسا أنتم طبعا مو بالبيتكم وعندكم أولاد، مدارس مفروض يبدون وما عندهم مدرسة خطية. والله مدارس، هسا عندي ابني بكلية. ابنك قلت الطبيب الطب يعني هو مفروض يصير دكتور، يعني المفروض يقول له امتحانات وماكو لا امتحانات ولا اي واحد اعتني بيهم، لا يعني لا الدولة المركزية ولا دولة كردستان، لان دولة كردستان ما بيها شيء. نحن على المركزية فننتظر اسا قرارات وزارة التعليم، اذا امتحنوا ما امتحنوا تروح سنة. تروح سنة من دراسة. سنة تروح وهاي سنة متروح، لأن وين ماكو دوام، ما وين يداومون؟ ماكو قرارات جدية من الحكومة العراقية حتى تسوي حل سواء للطلاب أو للنازحين. سنة بنية الصف مالته شلون؟ هم راح تبطل. أي صف أنتي؟ نجحت للرابع. رابع؟ ابتدائي. أوه أوكي. هم راح تبطل ماكو. وين تداوم؟